ميزة جديدة كشفت عنها شركة سناب مالكة تطبيق سناب شات في بعض هواتفها المستخدمة، كما تعهدت الشركة الأمريكية بتوفير هذه الخدمة في الفترة المقبلة لجميع المستخدمين. هذه الميزة هي عبارة عن وضع جديد لتصوير السيلفي، سيكون بكاميرا ثلاثية الأبعاد 3D المعروفة، أي أصبح بإمكان المستخدمين التقاط صور سيلفي لوجوههم مع إضافة تأثيرات بصور مختلفة، ليتمكنوا بعد ذلك من مشاهدة الصورة من منظور مختلف عبر تحريك هواتفهم في كل الاتجاهات. ولفهم هذه الخاصية والميزة الجديدة لنتابع هذا الفيديو.